السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ كي بقيتو؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كي دايرين مع الوقت؟ كي دايرين مع شي حرارة؟ كل شي بخير، كل شي مزيان. نتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله، وتكونوا مزيانين مع عائلتكم، مع الأهل ديالكم، مع وليداتكم، كاملين تكونوا مزيانين أخوتي داخل المغرب وخارج المغرب. نهار جديد وفيديو جديد وروتين جديد. اليوم الروتين في البيت، اول مره كندير هاد الفيديو صراحه الله في البيت. نتمنى يعجبكم وشجعونا باللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه. الله يكبر بكم، الله يستركم، الله يحفظكم وينجيكم يا ربي، ولا يخطيكم علينا يا العزاز الغاليين. وشكرا لكم كاملين على الدعم ديالكم، ومرحبا بالناس الجداد اللي تزادوا في القناة، ومرحبا بالناس القدام العزاز الغاليين. شكرا لكم وتحية لكم كبيرة كبيرة من القلب، والهلا يخطيكم علينا. المهم اليوم اخوتي راني مازال الصباح، مازال ما مشيت لا الكوزينة لا والو، نط قلت نجمع هذا البيت بعدا هو الاول ونسيقو شوية، حيت كنت جمعته هزيت ناموسيه وسيقت من تحته وحيدت الزربيه، حيت كنت مفرشه الزربيه في الارض حيدتها، حيت كان البرد في وقت البرد كنت نفرش الزربيه، ولكن دابا ملي سخن الحال حيدتها. ايوا ودابا قلت هكا نجمع وكيجيني التصيق كيجيني ساهل، ما كنبقاش عاد حيد الزربيه رد الزربيه، كيجي داكشي ساهل. المهم هنا يا خوتي كي كتشوفوا الحوايج راه ما كيتسالاوش، عرفتوا راه كانوا معلقين عره معره معره من الحوايج. هاد الحوايج اللي شفتو كاملين اللي كان طويل راه كانوا معلقين، كانت البيت ما كتبانش بالحوايج، فقلت نحيدهم نطويهم باش نحيدهم عليا. كيبقاو الحوايج هكاك معلقين، خليت غير هادوك اللي في الباب ديال القرع، والشي الاخر اللي زايد حيدته، اللي غيتصبن يتصبن واللي نقي درتو في الماريو. هادشي اللي كاين اخوتي، حيت الحوايج ما كيتسالاوش والله العظيم. شي مرات كنتعصب كنقول نجمع هادشي كامل، هاد الحوايج كاملين نلوحهم ولا نشعل فيهم العافيه. تصور اخوتي الحوايج منين ما دزت تلقى الحوايج معلقين، الحوايج محطوطين. عييت انا، عييت اخوتي، عييت بهادشي. ايوا المهم اخوتي هنا راه كنطوي هاد البيجامات ديالي وشي حويجات اخرين، واحد الجلابه. المهم داكشي اللي هكا يا ملي كنخرج كنجي غير كنعلق. ايوا قلت راه نطويهم نحيدهم، صافي هنايا راني كنطوي وكنقر. عزلت دوك الكواش، عندي شي كواش رقاق ديال الفراش، غادي نعزلهم باش ان شاء الله غادي نصبنهم. حيت داك النهار قلت لكم في الفيديو الاول صبنت غير الحوايج وباقي لي الكواش، راه مازالين اخوتي مجموعين. صافي هنايا نبدل هذاك الفراش الناموسيه، بدلتو ونفرش فراش اخر جديد نقي، ونبدل دوك الخدادي ديال الناموسيه. كي كتعرفوا اخوتي هاد الحراره والانسان كيعرق وهذا، داكشي علاش خص كل مره الانسان يبدل شويه، والصابون خصو خص ديما الصابون، ديما التسياق، ديما ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. نتمنى تقبلوا على هاد الفيديو ويعجبكم، والهلا يخطيكم يا اعز الناس يا اعز المتتبعين، الله يحفظكم ليا. المهم اخوتي الشقه ما كيتسالاش، التماره ما كتسالاش، راه مازال عندي كلشي مرون برا، ولكن قلت نسبق البيت هو الاول نحيدها عليا، ومن بعد عاد نخرج عاوتاني على ملي يفيقوا الدراري نفطرهم يفطروا، وديك الساعه عاد نكمل جميع الكوزينه والصالون، عاودوا الغداء والعجينه، وكاين ما يدار اخوتي، كاين ما يدار. المهم الشقه راه كيزكى والله ما كيتسالى. هنايا هاد التلفازه هذه كي كتشوفوا، كنت ناموسيه رده لها الراس لهاد الجي، كنا كنتفرجوا فيها، ولكن دابا ما بقيناش كنتفرجوا فيها، واصلا ما بقاتش كتبغي تشحن، طلع لها الدم تعصبات. دابا راه غير معلقه تما ديكور وصافي، شي نهار نقول القرع يحيدها لنا من تما صافي، بلاش ما اصلا ما خداماش وما كنشعلوهاش، صافي راني مسحتها غير من الغبره، غير حيت راها غير محطوطه وغير كتجمع الغبره، اللهم تحيد من تما.
صافي. هنايا كنمسح شويه ديك الغبره هذيك الطبيله اللي عند الرجلين، حتى هي هكايا كتحتاج هكا يحط عليها الانسان شي حاجه ولا هذا. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، مره يتحط عليها شارجور، مره نضاضر عبد الحق، مره المهم كل مره تلقاو حاجه محطوطه تما. وعندي هاد الكوافوز حتى هو، شوفوا الروينه اللي فوق منه، سارو تما، لي زيات تما، ستيلو، ورقه، كلينيكس، المهم غير قبلوا على اختكم وصافي. داكشي عشوائي، داكشي بسيط، داكشي طبيعي على قد الحال. هنايا راني جمعت داكشي عمرته في ديك البواطه، كنمسح هاد الكوافوز. الصراحه هاد الكوافوز نافعني، جمع لي الهبال، جمع لي داك التخربيق كامل، كاع الحاجه اللي هكايا كنحتاجها مره مره كنديرها تما، فصراحه كينفعوا. ايوا وصافي، هادشي اللي كاين اخوتي. هنايا راني كنمسحو، غندوز على ديك المرايه، ضروري من المرايه اخوتي فاش نشوفو راسنا ونشوفو واش زوينين واش خايبين واش كي دايرين. الا ما كانتش المرايه في الدار ما كاين والو. صافي كيما شفتو، دوزت على ديك المرايه، دوزت على داك الكوافوز، دوزت على ديك الطبيله، راها فين كتبان صراحه كتعجبني، صغيوره وخفيفه، وفين ما رديتها كتجي، حيت راكو عارفين البيت صغيره كي كتشوفو، فهاديك اي بلاصه حطيتها فيها ما كتشدش البلاصه بزاف، داكشي علاش كتعجبني وما بغيتش نفرط فيها. المهم مخلياها تما، الا احتاجيتها كل شي حاجه ولا نحط عليها شي حاجه كنلقاها. هادشي اللي كاين هنا، كيما شفتو راني حيدت الملايه اللي كانت باش غادي نصبنها. كيما قلت لكم اخوتي، راني بدلت الملايه، هنا درت هادي، راها نقيه مصبنه، كل مره خصني ندير وحده حيت ضروري دابا كيما قلت لكم هاد الحراره، خص الانسان كل مره يبدل الحاجه كتكون الحراره والصهد. ايوا هادشي اللي كاين. دابا انا لمطت هذيك الناموسيه، صراحه هاد الناموسيه راه كان عندها خوتي الكادر، وحيدتو لها حيت تهرس ولا كي المهم كي ما بقاش صحيح، صافي وحيدته وخليتها غير هكا خفيفه، حيدت لها داك الراس ديالها، داك الكادر وداك الشيء حيدته وخليتها غير هكا بلاش عليا داك الشيء. ايوا صافي، هنا شوفوا الحوايج اللي جمعت ديال الصابون، منهم حوايج ديال البوس، منهم دوك الكواش ديال الفراش. هنايا راه غادي نسيق هاد لبيت، هذا داك الما فيه الرغوه باش مسحت، هو النيت اللي كبيت نسيق به. ايوا وصافي، وانا سيقت لبيت ديالي، في الصراحه تمره غير تنوضلها صافي كدهش، اما الا بقيتي جالسه وكتسناي صافي تمره كتجمع والشقه كيتجمع وما كتعرفي منين تبداي، اما الا نطي بديتي المهم غير بداي اختي، من الراس، من الرجلين، منين ما بديتي هو هذاك اختي، غير المهم نوضي تحركي اختي وبداي تماره وكلشي غادي يتسالى. دابا اخوتي حسيت بواحد الراحه حيت جمعت هذا البيت وجمعت دوك الحوايج اللي كانوا مجموعين عليا تما، كلشي معلق، كلشي مرون، جمعت هاد الحوايج هادو باش ان شاء الله نصبنهم دوك الكواش وداك الشيء. صافي ومسحت الغبره وسيقت البيت ديالي، دابا راه كنقول لكم غنمشي للكوزينه. ايوا والسلام عليكم اخوتي، حتى الفيديو جديد ان شاء الله، وتهلاو في راسكم وشجعونا باللايكات والتعاليق، الله يحفظكم. هنايا راه كنوريكم كيفاش ولا البيت، ولا نقي باش ملي نكمل شغلي هكايا وهذا ونجي نتكى نلقى البيت ديالي نقي مقاد، مهم كنرتاح الحمد لله والشكر لله. وهنايا عاد نمشي للكوزينه ونمشي عاوتاني نجمع ديك الدنيا والصالون والغداء، كما عارفين اخوتي تماره راها ما كتسالاش. شكرا لكم على المتابعه ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم، وبسلام عليكم يا اعز الناس، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.